السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم بريوات معمرين مالحين. مهم، رمضان مبارك عليكم، يدخل لكم الصحه والسلامه باش كتمنوا ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا هنا عندي البصله، عندي تقريبا شي 4 البصلات كبار شويه، عندي الدجاج، صدر ديال الدجاج تقريبا شي 2 كيلو حيت ما عبرتهمش مزيان، خديت غير الصدوره ديال 4 دجاجات وقطعتهم. عندي الحامض، حامض مقطع، حامض مستر مقطع، عندي زيتون، الزيتون بالعظم وزيت قطعته حتى هو، زدت قطعته شويه، وعندي فيغميسيل، الشعريه الصينيه ديال الروز هذيك الحمراء اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. وانا عندي العطريه، عندي الاقامه، عندي خرقوم، سكينجبير، الملحه، شويه الثومه، الهريسه، وزعفران الحر، الزعفران الحر شعره تو كنحمروه في شويه في مقيله وعاد كنحكوه في كويعط او كنضيفوه. اما المقادير كلهم باينين، كاين قزبر معدنوس، سمحوا لي ما وريتوش ليكم حتى هو ما نسيت. ويمكن ناخذ مقله، ناخذ المقله وتنديروا فيها الزيت. هاي مهم الطريقه وكل شيء باين. كنديروا بصله تشحر، تنزيدوا عليها الدجاج، صدر الدجاج، غير انا المقله درتها صغيره ومن بعد عاد كبرتها، عاد كبرتها عفوا، عاد درتها في طاوه كبيره. اللي عندكم شي كوكوط ولا شي اي حاجه، حيت انا عندي الحشوه كثيره، هذاك الشيء علاش. وراه حتى الفيغميسال، هذيك الشعريه الصينيه فيها 4 ديال الضامات، انا زدت 2 ضامات، يعني درت 6 ضامات ديال الفيغميسال لزت. ويمكن نشحروا البصله ونزيدوا عليها العطريه وكما كتشوفوا. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، ونخليكم مع الطريق. خديت الفيغميسال، سلقتها في الماء دابا غنقطعها وديرت لها نقيطه الزيت باش ما تعجنش. المهم فيغميسال، وغنزيد عليها ان شاء الله الزيتون، ونزيد على 3 الحامضات مقطعين ميسرين، ونزيد عليها حتى الخيار مخلل كورنيشون، نسيت تسمحوا لي موريتو ما قلتوش لكم في الاول. صافي كنخلط كل شيء مع هاد النواشف مع الفيغميسيل، عاد كنزيد عليها الحشوه الدجاج وداكشي بعد ما طاب، كنخلط كلشي. نتمنى تنال اعجابكم.
الورقه كيما كتشوفوا. المهم انا غنديرها بريوات، وانتم ما بغيتو ديروها سيجار ديروها سيجار. كان عندي تقريبا علين 2 كيلو ديال الورقه، المهم شات ليا نص كيلو، كنقطع على 4. كنبدا نعمر، عندي شديت زليفه درت فيها شويه الماء والطحين، خلطتهم مزيان، وهما اللي باش كنلصق. الطريقه كلها باينه. وشكرا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله الى فيديو مقبل. ورمضان كريم ليكم كاملين، تدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي باش كنتمناو. شكرا ليكم على المشاهده، ومتنسونيش باللايك وشي تعليق زوين. مع السلامه.